لو الحكاية فيها إن فيتو. رأيكم في الامتحان؟ الامتحان كان عامل ايه معاك؟ كان حلو مستوى الطالب المتوسط، بس الامتحان كان طويل جدا، يعني ما الأسئلة بتبقى 40 سؤال وطويل جدا، بس الامتحان كان كويس يعني ويتحل، بس كان في أسئلة شدة قوي، يعني كان في رجال برضو شدة جامد قوي، وما في يعني الجامد ما حلتش بس انا حليت.